بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عزيزاتي طالبات الصف السادس الابتدائي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. اليوم استكمال درس الهواية حياة متجددة الجزء الثالث. قيمتنا لهذا الشهر وهي الابتكار. قيمة الأسبوع التسامح. التسامح يا عزيزاتي خلق نبيل يجب علينا أن نتحلى به. مهارتنا اليوم هي مهارة القراءة والفهم والتحليل. عنوان درسنا الهواية حياة متجددة الجزء الثالث. أهدافنا لهذا اليوم، يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تبين عناصر أسلوب الإقناع في النص، أن توظف الأساليب الإقناعية التي وظفت في النص، أن تطبق معارفها النحوية التي سبق دراستها. عناصر النص الإقناعي: العنوان، المقدمة، العرض، الخاتمة. ويجب أن يكون العنوان قصيراً ويدلل على موضوع النص. تأتي المقدمة لتعرفنا بموضوع النص بشكل عام وتمهد لعرضه. العرض يعرض تفاصيل الموضوع مع ذكر بعض الحجج والأدلة. الخاتمة تتضمن تأكيد الكاتب للموضوع وأهميته. الهدف الأول هو أن يحدد الطالب عناصر الأسلوب الإقناعي. بداية العنوان، فالعنوان هنا جاء الهواية حياة متجددة، فقد جاء العنوان قصيرا مدللا على موضوع النص وهو الهواية. المقدمة، قد جاءت المقدمة تعرف بموضوع النص بشكل عام وتمهد لعرضه حينما قال للهواية أهمية كبيرة وفوائد جامة في حياة الإنسان، فهي تحقق لصاحبها الفائدة والمتعة، وذلك لأنه يختارها وفق ميوله واهتماماته ويزاولها في وقت فراغه برغبة منه دون أي ضغوط، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في حياته كلها. فإذا كنت ممن لا يمارسون هواية ما في أوقات فراغهم، فعليك أن تبدأ من الآن، فيكفي ما أهدرت من وقت. فقد لخصت لنا المقدمة النص بشكل عام ومهدت لنا لعرضه. العرض، وقد جاء العرض يعرض لنا تفاصيل الموضوع مع ذكر بعض الحجج والأدلة، وهنا استكمال أيضا لعرض تفاصيل الموضوع مع ذكر بعض الحجج والأدلة حينما قال: وقد يسأل البعض هل الهوايات نوع واحد أم أن لها أنواع شتى؟ والجواب هو أن الهوايات تختلف تبعا للمهارات والقدرات التي تتضمنها، فمنها ما هو ذهني مثل الكتابة في أنواع فنون الأدب كالقصة والشعر والمقال، ومنها ما هو فني كالتمثيل المسرحي والتصوير والرسم. وبعض الهوايات تحتاج عند مزاولتها إلى الحركة واستخدام العضلات مثل الرياضة البدنية بأنواعها المختلفة وتربية الحيوانات المنزلية أو تنفيذ التجارب العلمية. وإيمانا من دولة قطر بأهمية ممارسة الهوايات، فقد أنشأت العديد من النوادي والأكاديميات الرياضية مثل أكاديمية صبير، وكذلك النوادي الفنية والإبداعية مثل نادي إبداع الفتاة والنادي العلمي وغيرها من المراكز التي تهتم بتنمية الهوايات، وذلك لما لها من أثر كبير في بناء الفرد ونهضة المجتمع ورقيه. الخاتمة، فقد جاءت الخاتمة
تتضمن تأكيد الكاتب للموضوع وأهميته حينما قال: فهيا يا صديقي جدد حياتك بممارسة هوايتك المفضلة واغتنم فراغك قبل شغلك، كما أوصانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واحرص على المواظبة عليها كي تتحقق من خلالها الفائدة والمتعة، وستجد لك لذلك أثرا واضحا في حياتك. وقد ذكرت حجة قوية وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخاتمة. هيا بنا نرصد أساليب الإقناع التي جاءت في النص ووظفها الكاتب. من الأساليب الإقناعية التي وظفها الكاتب في النص توظيف الأدلة العقلية والنقلية، فقد استخدم دليلاً نقلياً باستخدام حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: واغتنم فراغك قبل شغلك، كما أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واحرص على المواظبة عليها. واستخدم أيضا الكاتب دليلا عقليا يوافق المنطق عندما قال أن الإنسان يختارها وفق ميوله واهتماماته، ويزاولها في وقت فراغه برغبة منه دون أي ضغوط. ومن الأساليب الإقناعية التي وظفها الكاتب في النص أيضا، فقد وظف لنا المعلومات والحقائق العلمية حينما قال: أضف إلى ذلك أن ممارسة الهواية أياً كانت تعمل على زيادة خبرات صاحبها، إذ إنها تفتح له أبواب البحث والتجريب والملاحظة والاكتشاف، وتساعده على الإبداع والابتكار، فتجد من يواظب على ممارسة هواية ما يتعلم كل يوم شيء جديدا، كما أن ممارسة الهواية تثقل الموهبة وتساعد في إنشاء علاقات اجتماعية وصداقات جديدة، بالإضافة إلى استثمار الوقت بفاعلية أكبر، مما يتيح لنا الفرصة لإنجاز مزيد من المهام. كما وظف أيضا الكاتب الأسئلة الافتراضية حينما قال: وقد تتساءل، أي أني أنا أفرض لنفسي أسئلة، ما الفوائد التي تعود علي من ممارسة الهوايات؟ وأجيبك: إن ممارسة الهوايات تنفس الهموم وتجدد الطاقات وتساعد على الاسترخاء والهدوء وعلاج القلق، وتبث في النفس النشاط من جديد لمواصلة الحياة. كما وظف الكاتب الخطاب المباشر القارئ وقال: وقد يسأل البعض عن الهواية، هل الهوايات نوع واحد أم إنها أنواع شتى؟ والجواب هو أن الهوايات تختلف تباعاً للمهارات والقدرات التي تتضمنها، فمنها ما هو ذهني مثل الكتابة في أنواع فنون الأدب والقصة والشعر والمقال، ومنها ما هو فني. هيا بنا نطبق ما تعلمناه. استخدم الكاتب الخطاب المباشر مع القارئ كأنه يحاوره، مثل لذلك من النص ثم بين أثر هذا الأسلوب على المتلقي. نعم المثال: فإذا كنت ممن لا يمارسون هواية في أوقات فراغهم فعليك أن تبدأ من الآن. فهذا المثال يوضح لنا أن الكاتب يحاور المتلقي، يحاور القارئ، فما أثر ذلك؟ والأثر أنه يجذب القارئ ويستميله، مما يساهم في إقناعه. أدوات الربط التي جاءت في نصنا هي حروف العطف الواو والفاء، وأما لأن لام التعليل كما حيث إذ، أضف إلى ذلك بالإضافة إلى من ناحية أخرى. هيا بنا ننتقل إلى الكتاب المدرسي لحل التدريب رقم 4: ممارسة الهواية تصرف الإنسان عما لا يفيده. وضح ذلك كيف يكون. نعم، لأنها تشغل وقت فراغه ولا تدع له فرصة لإهدار وقته وجهده فيما لا يعود عليه بالنفع. السؤال الخامس: آمنت دولة قطر بالأهمية الكبيرة لممارسة الهوايات؟ دلل على ذلك من النص. نعم، فقد آمنت بذلك، حيث أنشأت العديد من النوادي والأكاديميات الرياضية مثل أكاديمية صبايا، كما أنشأت النوادي الفنية والإبداعية مثل نادي إبداع الفتاة والنادي العلمي.
فلنجب عن ذلك في كتبنا. ما فائدة استخدام الكاتب لكل من طرح أسئلة افتراضية مثل قد تتساءل وقد يسأل البعض؟ وقد طرح الكاتب الأسئلة الافتراضية لجذب الانتباه ومشاركة المتلقي فيما يدور في نفسه من تساؤلات. دلل على ذلك، أو ما الفائدة من الاستجهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم فراغك قبل شغلك. وذلك لإقناع القارئ بأهمية استغلال وقت الفراغ فيما ينفعه. صل بخط بين كل جملة من الجمل الأتية ووظيفة أداة الربط التي تحتويها، لأنه يختارها وفق ميوله، هل هي للتوضيح أو أم للتعليل أم للإضافة؟ نجد أنها للتعليل، حيث أنها تشغل وقت فراغه، حيث جاءت للتوضيح، ومن ناحية أخرى فجاءت للإضافة. استخدم الكاتب الخطاب المباشر مع القارئ كأنه يحاوره، مثل لذلك من النص ثم بين أثر هذا الأسلوب على المتلقي. استخدم الكاتب الخطاب المباشر حينما قال: فهيا يا صديقي جدد حياتك بممارسة هوايتك المفضلة واغتنم فراغك قبل شغلك، وأثر ذلك جذب انتباهه وتوجيهه إلى ضرورة ممارسة الهواية. هيا نشاهد الفيديو القادم ونلخص ما ورد فيه من أفكار. الفيديو يتحدث عن هواية الخط العربي. أنا محمد مفتعل من المغرب، الفائز بمسابقة الخط العربي هذا 4 سنوات بمشاركتي بهذا العمل الإبداعي. وأريد أن أشكر تلفزيون جين الذي أتاح لي الفرصة لتعبير عن موهبتي في الخط العربي، ولقد كانت لحظتي الاستثنائية وشعرت بالفرحة والسرور، وهذا شكل لي حافزا لتطوير موهبتي في الخط العربي عن طريق المشاركة في مسابقات داخل الفصل الدراسي. وأشكر كل أفراد أسرتي وأساتذتي الذين ساعدوني على إتقان الخط العربي بالتوجيه والمواكبة والنصر. وعندما أكبر أريد أن أكون أولا وقبل كل شيء ربان طائر، إلى أني أحلم أيضا أن أصبح من رواد الكتابة بالخط العربي بمختلف أصنافه. مع السلامة. تعلمنا من الفيديو أن الولد في هذا الفيديو لديه هواية، وهي هواية الخط العربي، ويريد أن يصبح عندما يكبر خطاطا مشهورا وينمي موهبته وينمي هوايته. هيا نلخص ما ورد فيه من أفكار. هيا بنا ننتقل إلى هدفنا الآخر، أن يعبر الطالب عن هوايته المفضلة بطريقة صحيحة. اجري مقابلة مع 3 من زملائك محاكيا المثال في الجدول الآتي، ثم عرض نتيجة المقابلة على معلمك في الصف. اسم الزميل حمد، هوايته هي القراءة. ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل يا حمد؟ لقد قال حمد: أتمنى أن أكون طبيبا ماهرا. ولماذا؟ لكي أداوي المرضى وأخفف آلامهم. وحينما سأل صديقنا راشد أجاب أنه هوايته هي الرياضة، أن أكون لاعب كرة. ولماذا؟ لكي أرفع اسم وطني عاليا. وقال صديقنا الآخر فهد: الهواية التي يمارسها هي الخطابة، ويتمنى أن أكون خطيبا ماهرا. وقال أيضا أنه تعلمها لكي أخطب الجمعة. علي، ماذا قال علي عن هوايته المفضلة؟ لقد قال الكتابة. ولماذا؟ وماذا يتمنى أن يكون في المستقبل؟ أن أكون كاتبا صادقا. ولماذا؟ لكي أكتب قصصا وروايات. فليمكنك يا صديقتي
أن تجري لقاءً مع أصدقائك في المدرسة وتكتبي ما أخبراك به من هوايتهم التي يمارسوها وماذا يتمنوا أن يكونوا في المستقبل ولماذا، ولتكملي الجدول على حسب آراء أصدقائك. أكمل كما في المثال مع تغيير الفعل بما يناسب الضمير المنفصل. استخرج أفعال الأمر الواردة في خاتمة الدرس، فقد قال جدد، اغتنم، احرص. هيا بنا، أنا أمارس هواية السباحة، نحن نمارس هواية السباحة. فنحن تتكلم ضمير متكلم، أنت ضمير مخاطب، أنت تمارس هواية السباحة، أنت ضمير مخاطب، أنت تمارسين هواية السباحة، أنتما تمارسان هواية السباحة، أنتم تمارسون هواية السباحة، أنتن تمارسن هواية السباحة. هيا نفرق بين الفعل والمصدر مبينا وزن المصدر. أكمل الجدول الآن. فالفعل يا عزيزاتي هو حدث وله زمن، أما المصدر فهو حدث خال من الزمن. مارس، ممارسة. شارك، مشاركة. معاملة، عاملة. مساءلة، سأل. والآن جاء دوركم، الواجب هو نسخ الفقرة الأولى من مصدر التعلم صفحة 18. شكرا لكم، وانتهت حصتنا اليوم، وإلى اللقاء في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.